قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، إمام عظيم من أئمة اللغة، مر معنا ذكره كثيرا، قال: ينصح ويرشد عالما اسمه أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال: يا أبا عبيدة، لا تصحح خطأ من كان معجبا بنفسه فيستزيد منك علما ويتخذك به عدوا، ويتخذك به عدوا. لو فرضنا أنك في حلقة في مجلس وثمة رجل متصدر والناس يسمعون منه يأخذون عنه، وغلب على ظنك أن هذا المتحدث المتصدر فيه زهو، فيه أنفة، فيه ظن أنه متفرد في العلم، ثم وهو يتحدث أخطأ وأنت تعلم الصواب، ليس من الحكمة أن ترد عليه، فإن رددت عليه استفاد هو من علمك وعلم أنه على خطأ، لكن زهوه إعجابه بنفسه سيجعل منك عدوا له، لأنه يقع في نفسه كيف ترد عليه على ملأ. وهذا لما قاله الخليل، والخليل قد اتفق من ترجم له على أنه كان من أكمل الناس عقلا، فالإنسان العاقل لا تغلبه العاطفة إذا أراد أن يتكلم، حتى الشرع يجب أن تفقاه جيدا، لا تقول براءة للذمة والنصح وأنا لا أخاف في الله لومة لائم، ليس الأمر كذلك، هذه لا تخاف في الله لومة لائم لها موضع، وثمة موضع لشيء آخر، والعبرة بالمصالح والمفاسد. هو لن ينتفع، سيتخذك عدوا، وإن كان ذا سلطان وذو قوة وذو أمر ونهي لن تأمن شره، والعاقل لا يعرض نفسه لمثل هذا. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، سيرجع إلى البيت ويعرف أنه قد أخطأ، سيلحقه أحد من أحبابه وأصحابه ويخبره أنه قد أخطأ، لكن لا ترد عليه في ملأ. وهذا يقول